على الهاتف الأستاذ أيمن عقيل، رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك. ما الذي رصدته خلال يعني اليومين، يومي انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب من خلال مشاهداتك؟ هو طبعا أولا تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. ثانيا يعني يمكن من أهم المشاهدات اللي احنا شاهدناها فكرة التنافس الانتخابي والكثافة للناخبين، ويمكن أكثرهم إبهارا بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي بالنسبة لأعضاء البعثة. الأخبار اللي احنا ما رحناش شمال سيناء ولكن كنا متابعين عن طريق منسقنا المحليين هناك، الأخبار اللي لها علاقة بالتصويت والشباب والشيوخ والمرأة السيناوية، ويمكن كل الإفادات اللي جات لنا وكل الصور اللي جات لنا من أمام اللجان كانت مبهرة وتعبر بالفعل عن رسالة قوية للعالم كله إن حتى شمال سيناء تعاني منه والجماعات الإرهابية اللي موجودة لم تثني النساء والشيوخ والشباب عن المشاركة والإدلاء بصوتهم، فأنا بوجه لهم تحية طبعا من منبرك الكريم. الحاجة الثانية هي فكرة إن تواصل بعض المرشحين معانا سواء عن طريق الفيس او حتى عن طريق الناس قابلناهم في اللجان، ان هم حتى مش عارفين دور المتابع ايه، سواء كان متابع دولي او متابع محلي، ولا عندهم مندوبين في اللجان، وبالتالي هو بيشارك في العمليه الانتخابيه علشان بس يقعد يزعق ويقول شكاوى، وهو لا هو عارف دوره ووظيفته ولا وظيفه حتى عضو مجلس النواب، ولا عنده مندوبين في اللجان يكونوا واقفين، ولا عارف دور المتابع الدولي ايه. ولذلك انا شايف ان احنا بنعاني الان من فكره نقص وعي. نقص الوعي ده يا ريت كنا زمان بنقول نقص وعي المواطن او الناخب، دلوقتي بقى نقص وعي المرشح في العمليه الانتخابيه، فده كان مشهد غريب جدا. طبعا ده لا ينطبق على الكل يا استاذ ايمن. احنا ما بنطبقش على الكل طبعا. لا تعميم يعني. لكن في النهاية ده مشهد من المشاهد اللي احنا شفناها، وللأسف هذا المشهد هو اللي أدى إلى البعض يقعد يدعي أن هناك تزوير وأن هناك مال سياسي وأن هناك تآمر، ولما تيجي ترجع للهيئة الوطنية للانتخابات ما فيش شكاوى قدمت. يا حبيبي يا صديقي يا أستاذي يا عضو المستقبل، أنا لست جهة التحقيق عشان تقول لي أنا الكلام ده، الهيئة الوطنية والقانون والدستور ادالك الطريق اللي أنت عايز تشتكي فيه وتقدم بلاغ، روح قدم. هو البلاغ مش إنك أنت تكتب على الفيسبوك بص إنك أنت شاهدت، ده مش بلاغ وده مش دور المتابعين. فده من أهم المشاهد اللي إحنا رصدناها في خلال اليومين اللي فاتوا وبكثافة كبيرة. بالنسبة لأعضاء البعثة والعشر محافظات اللي زاروهم، يمكن شاهدوا المدى الانضباط اللي كان موجود من رجال الشرطة، وجود الإجراءات الاحترازية، كل أدوات العملية الانتخابية كانت موجودة، الساتر والصندوق الشفاف والأقفال والبطاقات بتاعة الاقتراع المختومة. الحمد لله رب العالمين لم يواجه أي متابع دولي من متابعينا أي عائق من دخول اللجان أو إن هو يشاهد ويكتب ملاحظاته في استمارة المتابعة اللي بتكون معاهم. جزء آخر كان ليه عامل نفسي وهو فكرة المقابلة اللي كانوا بيقابلوها من رجال الشرطة أو من أعضاء القضاة في اللجان الانتخابية أو حتى من الناخبين اللي كانوا بيرحبوا بوجود المتابعين الدوليين في المناطق والمحافظات اللي هم زاروها. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الرصد لمجريات الأحداث في لجان الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أستاذ أيمن عقيل رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، شكرا جزيلا لك.